الارتفاع فتحت البوابات واندفعت على بركة الله تعالى الأفراس العربية المبتدئة عمر 4 سنوات فأكثر على مسافة السرعة مسافة 1200 متر. هنا البداية تأتي من الداخل الآن في محاولة التقدم لعجلة الخالدية، كذلك المحاذاة الآن لرقم 2 عيوفة الخالدية، وكذلك من الخارج الآن ميسة الخالدية في تقدم مستمر للمرتبة الثالثة في هذه اللحظات، والمرتبة الأولى لعجلة الخالدية، فيما المطاردة تأتي لعيوفة الخالدية في الظهور الأول لعيوفة الخالدية لاسطبلات الخالدية مع عبد الله العوفي في محاولة التقدم في المرتبة الثانية، والمرتبة الأولى لازالت لعجلة الخالدية لفارس مثال الشيب مع خالد الشرار مع الاقتراب من المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات. سيداتي وسادتي، عيوفة الخالدية في الظهور الأول تتقدم إلى ممثلة اسطبلات الخالدية في هذا الشوط وتتقدم بكل قوة. 400 متر الأخيرة في هذه اللحظات عبد الله العوفي يستحث عيوفة الخالدية في الظهور الأول لعيوفة الخالدية ابنة ليث الخالدية التي تتقدم بكل قوة من الخارج. لا نشاهد أليزيا الأعلى تصنيف في هذا الشوط أيضا تتقدم في هذه اللحظات مع جبرتو راموس، فيما عيوفة الخالدية تحافظ على الصدارة حتى هذه اللحظات. هنا أيضا أليزيا تتقدم بكل قوة مع جبرتو راموس في هذه اللحظات، فيما عيوفة الخالدية في الظهور الأول المميز لعيوفة الخالدية وأليزيا تحاول في المرتبة الثانية، ولكن عيوفة الخالدية ما شاء الله تبارك الله ممثلة اسطبلات الخالدية في الظهور الأول المميز لهذه الفرس. وكعادتها اسطبلات الخالدية تقدم